اولياء امركم انكم بتضربوا، طب هتضربوا انتوا اولياء امركم. دمرتوني انا، مش دمرتوا ابني، انتوا دمرتوا كل ولي امر وكل بيت في حد في ثانوية عامة. الطلبة مش لاقين لهم مكان، مدرسة مدينة العمال بنات، 112 طفل جوه المدرسة. ما يحدث في التعليم المصري جريمة، جريمة في حق الشعب المصري وفي حق مستقبل الاجيال الجاية. المدارس باظت يا جدعان. التعليم المصري جريمة، جريمة في حق الشعب المصري وفي حق مستقبل الأجيال الجاية.